السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة استدي بلمي بالعربي. إذا أنتم جديد في فلاشان تاعي ما تنسوش تشتركوا. أنا اسمي ليديا. إذا عجبتكم الفيديو هذا بارتجوه مع أصحابكم اللي يقرأ معكم اكسيتيرا. بون فيديو اليوم، فيديو اللي طلبتوه مني بزاف، كيف كنت نقدر نقرأ لمدة زمنية طويلة بلا ما نتعب وبلا ما يأثر عليا على الجانب الصحي ولا الجانب النفساني. بون انا ما كنتش نقدر نقرا حتى ساعتين وربع ظهر، مي كي تبعت الخطوات هذو الحمد لله قدرت نتحكم في نفسي ونطور من هذا الجانب. بون درت لكم اون ليست على كامل الخطوات اللي كنت نتبعهم. تابعوا معي الفيديو. اول حاجه نحكيو على الهدف. قبل ما تقرا لازم يكون عندك هدف باين. علاش راك تقرا؟ علاش حاب تولي؟ علاش راك تشوف هذا الفيديو؟ علاش حاب تولي تقرا مدة زمنية طويلة؟ حابه هدف يكون باين. مثلا انا كنت نقرا في الباك مدة زمنية طويلة باه نوصل لامونسيون وندير ميدسين. كنت حاطه ميدسين في بالي. انت واش هو الهدف تاعك؟ اكتبوا لي في لي كومونتير. والهدف تاعك لازم يكون دائما بين عينيك. اكتبوا في البلاصه اللي راك تقرا فيها، حط تصويره ولا حاجه لي تمثل الهدف تاعك. مثلا انا كنت حاطه تصاور تاع لي ميسا اكسيتيرا وكان هذا هو الهدف تاعي. انت ثاني دير بالمثل، حط هدف باين. واش هي الجامعه اللي راك حاب تدخلها؟ ولا مثلا الجامعيين واش هو الهدف تاعكم هذا العام؟ بالك تحسنوا من المستوى وتوليو تطلعوا بين اون مايان اللي حاطه دائما هاد الحاجه في بالك. المكان، المكان اللي راح نقرا فيه، سواء لا شومبر تاعك في البيرو تاعك، واللي ما عندهمش بيرو مثلا في الصالون ولا في البلاصه اللي راكم رايحين تقرا فيها لازم تهيئوها. كيف تهيئوها؟ اول حاجه لازم نعدلوا البيرو ولا البلاصه اللي رانا نقرا فيها، ننظفوها ونعدلوها، يكون حوايجنا مترتبين باش تكون افكارنا مترتبه ونفسنا ترتاح للقرايه ماشي وترتاح للمكان هذاك. هذه الحاجه الاولى، لازم نعدلوا البيرو تاعنا، مينيموم يكونوا الحوايج منظمين. ثاني حاجه الضوء، لازم الضوء تحل الطاقه تاعك ودير ضوء تاع البيت تاع لا شامبر، وضوء حط ضوء قدامك في البيرو اون لامب. اذا ما عندكش يكفي الضوء اللي يجي من برا والضوء نتاع لا شامبر تاعك. ثالث حاجه هي وشوي الغرفه، حلو شوي طاقه النافذه تاعكم، يدخل شوي هواء، تشموه اكسيتيرا كي ما يكونش البرد طبعا وما تمرضوش. حاجه اخرى هي حاجه مهمه جدا، باغ اكزومبل في الساعتين هذو اللي حتبدا تقرا، نقولوا باغ اكزومبل حتقرا ماده معينه اجتماعيات ولا ماده معينه، اجبد حوايج الاجتماعيات برك حطهم قدامك. حوايج الماده اللي حتقراها في الساعتين هذوك هذا مكان، باغ اكزومبل اجتماعيات لاي ماده حطها قدامك، هذوك الوراقي هذا مكان، لكن لا تجبد واش حتقرا تاع النهار كامل. تجبد عربيه وفرنسي واجتماعيات ومات وفيزيك، تقرا انت تقرا الماده هذه وراك تخمم في الماده الاخرى ديجا الوغ، وتقول مازال لي هذه مازال لي هذه مازال لي هذه، وما تركزش تقرا الماده اللي راهي قدامك. الوغ الماده جبدوا غير الماده اللي راح تقراها في الساعتين هذوك في البيرو تاعكم هذا مكان، الباقي خبيه. الحاجة الثالثة وهي التحفيز. كيف كنت ندير التحفيز لنفسي انا بزوج حوايج. الحاجة الاولى كنت نكتب عبارات تحفيزية نحطهم في البيرو تاعي، كو عبارات مشهورة ولا عبارات خاصة بينا ولا عبد باغ اكزومبل الوالدين ماما، ولا نحب ننجح على جلتها، ولا انسان حقرني وقال لي كلمة قاستني، ولا في مجال الدراسة قال لي ما كيش حد لحقي اكسيتيرا. كنت نكتب اسمه، وكل ما نحب نتراجع كل ما نحب ما نتراجع ونقول خلاص فشلت، نشوف هذوك العبارات التحفيزية، نتفكر ماما، تفكر الانسان اللي ضحك عليا في يوم من الايام، وكنت نتحفز اكثر ونتشجع اكثر باه نقرا ونحقق الهدف تاعي وما نحبسش. حاجه ثانيه هي اللي كنت نديرها، كنت قبل ما نبدا نقرا كي كنت نهيئ المكان ونعدل البيرو تاعي كنت ندير فيديو تحفيزي على الاكثر، زوج فيديوهات ما كثرش باسكو ماشي نلتاب لي فيديو وما نقراش. الحاجه الرابعه اللي كنت نديرها هي لا ليست اللي كنت نكتب فيها
واش حنقرا هذاك النهار. بون هذه حاجه مهمه جدا، كي كنت نهيئ المكان تاعي وانا نتحفز نسمع في العبارات التحفيزيه في لي فيديو تاع اليوتيوب، كنت نكتب واش رايحه ندير، ماي تو دو ليست ولا ماي ليست تو كيما نقول لكم انا. هذه لا ليست كنت نكتب واش حنقرا في النهار، باغ اكزومبل حنقرا اجتماعيات، نحفظ درس هذا، باغ اكزومبل حنحل التمارين هذو. مي انتبهوا لحاجه مهمه جدا، لا ليست هذه تقدر تكون ايجابيه وقدر تكون سلبيه، الوغ لازم تعرفوا مليح كيفاه تستخدموها. اذا كنت من الانسان اللي تحفز ويزرب يكتب نحل 40 تمرين نحفظ البروغرام كامل الى اخره، هذا لا ليست راح تضرك، باسكو ماكش حتلحق، مستحيل تلحق في النهار تحل 40 تمرين وتقرا بزاف، ويعني دير اهداف غير واقعيه ما تلحق لهمش. راح الوغ كيما تعرفش تستخدم هاد لا ليست راح تضبطك. الوغ اذا شفت روحك من الانسان اللي يكتب بزاف اهداف وما يلحق لهاش، لا ليست تاعك خدمها بالمواد. قول مثلا اليوم نقرا رياضيات، في الرياضيات نقرا المتتاليات، نافونسي في درس المتتاليات نحل بعض التمارين، في الاجتماعيات نافونسي في الدرس الفلاني باغ اكزومبل، هكا باه ماشي كيما تلحقش تعاود تثبت وما تقدرش تقرا وتقول شوفوا انا مانيش قادر نلحق ومانيش قادر نقرا اكسيتيرا، وهذا ليست يعني ترجع تثبتك. الوغ الانسان اللي يقدر يدير حوايج واقعيين يلحق لهم، باغ اكزومبل نقرا رياضيات نراجع الدرس نحل 10 تمارين، نحفظ درس في اجتماعيات نحل 2 سوجي في العربيه، نحل 1 سوجي في الفرنسي ولا زوج الى اخره، حوايج واقعيه. اوكي جيسبر فريمون تكونوا فهمتوني، هذه حاجه مهمه جدا. دوكا نروحو لخامس حاجة، كي نقرا كيفاه كنت نقرا. بون كيفاه كنت نقرا، أول حاجة كنت نقرا بتقنية الطماطم، لك ما تقولها بومودوري تكنيك، هذا الطريقة جبونس حكيت لكم عليها وتعرفوها. إما نقرا 25 دقيقة ونريح 5 دقايق، إما نقرا 50 دقيقة ونريح 5 دقايق، وإما نقرا 55 دقيقة ونريح 5 دقايق. هذه الطريقة اللي كنت نستخدمها العام اللي فات. الوغ انتوما سي تستخدموها، وشو ملاحظة مهمة، في الـ5 دقايق هذوك اللي تروبوزيو فيهم ممنوع منعا باتا تقيسو التليفون ولي ريزو سوسيو، سيغتو لي ريزو سوسيو فيسبوك وانستغرام حكايت هذوك، باسكو 5 دقايق راح ترجع لك 5 ساعات اذا ماهيش 10 بلا ما تفيق. الوغ قراو 5 الى 6 ساعات بهذه الطريقة، وروبوزيو ساعة، في الساعه هذه اللي تربوزيو فيها ننصحكم فريمون يا اما ترقدوا يا اما تخرجوا تمشيوا برا. اوكي يا اما ترقدوا. الوغ انا قلت لكم ايفيتو لي ريزو سوسيو في 5 دقائق و 10 دقائق تاع الراحه اللي ديريهم، وفي الساعه هذيك ما بين كي تقرا 6 سوايع و 5 سوايع ديروا ساعه روبو عاودوا ريبرونيو، وفي هذيك الساعه ايفيتو ثاني لي ريزو سوسيو. ثاني حاجة اللي كنت نديرها كنت نسمع موسيقى هادئة جدا بدون كلمات، موسيقى برك ماهيش غنايات، كنت نسمع موسيقى هادئة جدا، ندير الكيت في ودنيا بشكل ونقص الصوت باه كي نقرا ما يأثرش عليا الصوت الخارجي، مثلا صوت ماما تهضر مع خالتي ولا صوت تاع برا ولا واحد دخل للدار اكسيتيرا، ماهيش كل مرة نوض نخرج نشوف اش كاين نعاود نرجع نزيد نضيع ساعة ساعتين. هذه طريقة كنت وتلقاو روحكم تلقاو روحكم قريتو مدة زمنية اكثر بلا ما تفيقوا، باسكو ما كنتوش تسمعوا للوسط الخارجي. هي وثالث حاجة اللي حنحكي لكم عليها هي وهو السر، هذا السر تعلمت سنا. بون هذا السر بسيط جدا وعنده مفعول كبير، انا تعلمت سنا. بون هذا لاستوس هو انكم تيفيتي وتقراو مدة زمنية كبيرة في كل مادة، باغ اكزومبل نهار عندكم نهار كامل ليبر تقراو رياضيات 5 سوايع وفيزياء 5 سوايع، هذه المادة هذه الطريقة فاشلة. على بعض اول حاجة راح تملوا في ساعة، راح تكرهوا وتلقاو روحكم ماكمش بروديكتيف. كيف ماكمش بروديكتيف؟ في الـ5 سوايع هذوك تلقاو روحكم ريفيزيتو شوية درس وقريتو وحليتو غير زوج تمارين، كنتو في واش درتو في الـ5 سوايع كنتو قادرين ديروه في ساعتين. الوغ ايفيتيو هاد الطريقة وسيو كيفاه كل مادة عطيوها 2 3 سوايع حتقول لي حننجز قليل، لا لا بالعكس فما اللي حتولي بروديكتيف اكثر، باسكو كي يكون عندك 5 سوايع حتقول عندي 5 سوايع نقرا بعقلي نحل بزاف تمارين، الاخر تلقى روحك ما حليتش بزاف. سيو هاد بون. اخر حاجه وهذه نصيحه وماش داخله في كيفيه الدراسه لمده زمنيه طويله، هذه النصيحه هو انكم
في الوقت اللي راكم تقرا فيه 12 ساعه ايفيتيو لي ريزو سوسيو بكل طرق، ايفيتيهم فريمون ايفيتيهم، على باه باسكو راح نضيعوا وقتكم، والله راح تضيع وقتكم، مستحيل تصلح لك هذا الطريقة، ومستحيل تقرا مدة زمنية طويلة إذا كنت مبرونشي مع لي ريزو سوسيو، راح تفلس راح تفلس، ورانا كامل مسينا على بالنا. أنا العام اللي فات ما كانش عندي فيسبوك وني انستغرام ني والو، ما كنتش طول ندور بهم، لهذا انتوما ثاني كي تكونوا اذا ما حبيتوش تنحيوهم خلاص، وانا ننصحكم تنحيوهم خلاص سيرتو في الفتره هذه، مي اذا ما حبيتوش تنحيوهم خلاص على الاقل على الاقل في الوقت اللي تقراو فيه 12 ساعه هذو ما تقيسوش خلاص لي ريزو سوسيو، كي تكملوا اي حاجه ما حتهرب عليكم، كي تكملوا بون كي تكملوا القرايه تقدروا تكونيكتيو. وثاني الفيسبوك هذو الجماعه الباك فيسبوك راح يكون في الصيف، على عكس القرايه كي فوت الباك سي بون تتفر فيك ما تقدرش تقرا في الصيف. بون جيسبر فريمون تكونوا استفدتوا ولو شوي من الفيديو هذا، ما تنساوش تشتركوا في القناه تاعي، تبارطاجيو الفيديو مع صحابكم، تدعموني باش نزيد لكم اكثر فيديوهات. بون هذا مكان، تهلاو في روحكم، سلام.